أهلا بكم إلى هذه النشرة من LBCI. نستهلها بأبرز العناوين. المطران مظلوم يبرر زيارة الراعي إلى إسرائيل. البطريرك ليس رجل سياسة. المحافظون الجدد في الداخلية قال أبو حلوى للمشنوق. المستشفيات الحكومية تعاني من بيروت إلى زحل. زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المرتقبة إلى القدس برفقة البابا فرانسيس أثارت جدلاً. ولتوضيح موقف بكركي شدد المطران سمير مظلوم في حديث للLBCI على أن لا أحد يستطيع المزايدة على البطريرك في هذا الموضوع، لأن مواقف البطريركية معروفة من أن إسرائيل دولة مغتصبة للحقوق. قبطة البطريرك الماروني أولاً ليس رجلاً سياسياً. نعم. ونعم يعمل سياسي ولا رايح على فلسطين المحتلة حتى يعمل سياسي أو يأيد الدولة الإسرائيلية أو يعمل اتفاقية معه. البطريرك رايح بمناسبة دينية رعوية، نعم، في زيارة البابا إلى الأراضي المقدسة. البطريرك عنده في الأراضي المقدسة أبرشية مارونية وعدد من المؤمنين لا بأس به. شاف انه ما بيسوى يجي البابا من اوروبا على الاراضي المقدسة ويزور الناس هناك وما يكون المسؤول عن هالموارنة الموجودين هناك حاضر باستقباله. اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود على موضوع استدعاء إعلاميين ومؤسسات إعلامية لبنانية للمثول أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وطلب منه التواصل مع المحكمة وشرح مدى التزام لبنان حرية الإعلام والصحافة المسؤولة ضمن إطار القانون والتداول حول إمكان الملائمة مع القوانين اللبنانية بهذا الشأن، مع الحفاظ على حسن سير عمل المحكمة ومحضها الدعم الكامل. سليمان اطلع من وزير الاتصالات بطرس حرب ووفد من هيئة أوجيرو وهيئة المالكين للخلوي على خطة الوزارة لجهة إطلاق خدمات اتصالات جديدة للإنترنت السريع وإعادة النظر في أسعار هذه الخدمات لتنشيطها وتطويرها، إضافة إلى خطة توسيع رقعة هذه الاتصالات الجغرافية وإيصالها إلى المناطق الريفية والقرى والبلدات النائية. أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن معركة الرئاسة تخوضها قوى 14 أذار تحت عنوان الجمهورية القوية. وفي كلمة متلفزة عرضت خلال العشاء السنوي للقوات في مونريال، أكد جعجع المضي في مواجهة من وصفه بالفريق الساعي إلى التعطيل. العنوان اللي اخترناه بيعبر تماما عن تفكيرنا ب 14 أذار، الجمهورية القوية. يلي ما عم بيخلي الجمهورية الفعلية تقوم بالفعل هو انه الدولة مخترقة والدولة مشلولة وعم بينشغل بشكل مستمر تضلها مشلولة. للأسف لحديت هاللحظة الفريق الآخر يلي مخترق الدولة ويلي متسبب بشلل كبير فيها عم بيرفض انه يصير فيه أي تغيير، وعم بيصر على المقاطعة وفيما بعد على التعطيل تدل الدولة معطلة تيضل قادر هو يتصرف مثل ما عم يتصرف بالوقت الحاضر. نحن ما رح نقبل بكل التعطيل اللي عم بصير، ما رح نستسلم تجاه كل المحاولات اللي عم بيقوم فيها الفريق الآخر. زياد شبيب محافظ مدينة بيروت، فؤاد فليفل محافظ جبل لبنان، رمزي نهرة محافظ الشمال، عماد لبكي محافظ عكار، بشير خضر محافظ بعلبك الهرمل عينوا في جلسة مجلس الوزراء بالأمس، لكنهم أحبوا صباح اليوم مفاجأة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مكتبه بالوزارة بقالب حلوى كتب عليه عبارة شكرا معالي وزير الداخلية، لكم منا كل الوفاء لوطننا الحبيب لبنان وكل الوفاء والإخلاص والجهد والعطاء. أوقفت المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي 49 شخصا من التبعية السورية ومن الفلسطينيين اللاجئين في سوريا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد دفعة واحدة بموجب سمات سفر مزورة إلى إحدى الدول العربية، وقد أحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. وأوضحت المديرية أن الأجهزة المعنية تقوم باستكمال التحقيقات مع الموقوفين لكشف أفراد شبكات التزوير وكل من له علاقة بهذا الملف وسوقهم إلى العدالة.
أكد سفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي وقوف بلاده إلى جانب لبنان والاستقرار فيه، وشدد بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التيني على ضرورة تعزيز الوحدة اللبنانية خصوصا في هذه الظروف وعلى التكاتف والتضامن الموجود حاليا بين الجميع. المستشفيات الحكومية تواجه الكثير من المشاكل من بيروت وحتى البقاع. بمزيد من الأسى واللوعة ننعي إليكم فقيدنا الغالي الراتب. هذا هو لسان حال موظفي مستشفى الهراوي الحكومي في زحلة، فبين سندان مجلس إدارة المستشفى المنتهية ولايته ومطرقة وزارة الصحة يدفع نحو 165 موظفا الثمن منذ أكثر من 3 سنوات، وهم يرفعون الصوت كل 3 أشهر ليحصلوا على رواتبهم المتكدسة. ما عم نقبض رواتبنا في أسباب كثيرة، في شيء مرات سببه مراقب الوزارة، في شيء مرات سببه الروتين الإداري بالوزارة، في شيء مرات سببه المالية العامة، في شيء سببه الوضع الاقتصادي اللي مستشري بالبلد. اليوم اللبنانيين يعانوا أزمة حقوق. مستحقات المستشفى لدى وزارة الصحة العامة تجاوزت مبلغ 4,300,000,000 ليرة، وذلك منذ العام 2008 وحتى لغاية العام 2013. بلا معاشات، هي الطفل شو؟ وين مستقبله؟ شو نقته شو جمله هذا الطفل؟ شو نقته شو جمله؟ بده ياكل بده يشرب هذا. المعتصمون ناشدوا وزير الصحة إيجاد حل جذري لمشكلتهم، لأن الأزمة المالية للمستشفى باتت تهدد لقمة عيشهم. بعد الفاصل، حملة لتملك الفلسطينيين في لبنان. تقترب المفاوضات حول إخلاء الأحياء المحاصرة في حمص من اتفاق نهائي بحسب ما أفاد محافظ المدينة طلال البرازي لوكالة فرانس بريس، وأوضح أن البحث جار لاستكمال بنود الاتفاق الذي يضمن بالنتيجة تسلم الجيش السوري المدينة خالية من السلاح والمسلحين، لافتا إلى أن الأمور قطعت شوطا مهما، ولفت إلى بعض العوائق اللوجستية بسبب تعدد فصائل المعارضة الموجودة في تلك الأحياء، لكنه قال إن 80% من المتبقين هناك يرغبون بتسليم أنفسهم، وأوضح أن الاتفاق يشمل كذلك حي الوعر، إلا أن التنفيذ سيبدأ من الأحياء القديمة. مع تزايد عدد الأجانب الذين يتوجهون للقتال في سوريا، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI جيمس كومي أنه مصمم على عدم السماح لأي اعتداءات شبيهة ب 11 أيلول بأن تنفذ على خلفية النزاع في سوريا، وقارن كومي بين هذا النزاع والحرب في أفغانستان في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، عندما شكل المجاهدون بعد ذلك تنظيم القاعدة وأعلنوا الحرب على الولايات المتحدة، ما أدى لاحقا إلى اعتداءات 11 أيلول 2001. وحذر كومي من الميل المتزايد لعشرات الأمريكيين وألاف الأوروبيين الذين يسافرون إلى سوريا للمشاركة في المعارك. الحقوقية السورية المخطوفة رزان زيتوني بين 100 صحفي ومدون اختارتهم منظمة مراسلون بلا حدود أبطال الإعلام، لأنهم ضحوا دائما بأمانهم الشخصي وأحيانا بحياتهم في سبيل مهمتهم. اختارتهم منظمة مراسلون بلا حدود أبطال الإعلام الماء. 100 صحفي ومدون من جنسيات مختلفة نشرت المنظمة أسماءهم أول مرة في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة. هؤلاء أبطال الإعلام. من بين 100 الذين اختيروا، رزان زيتوني الكاتبة والناشطة الحقوقية السورية التي أنشأت مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، اختطفت من قبل جماعات إسلامية في ضواحي دمشق في 9 من كانون الأول 2013. مازن درويش الناشط الحقوقي السوري لم يعد يسمع صوته منذ أكثر من عامين، فمازن واثنان آخران من المركز السوري للبحوث والحرية محتجزون بتهمة الإرهاب لأنهم أعربوا عن التزامهم بحرية التعبير والإعلام. عبير سعدي المصرية الوحيدة التي ورد اسمها في القائمة العالمية، معروفة من بين مئات الصحفيين في الشرق الأوسط بأنها مدربة في مجال السلامة المهنية للمحررين الذين يعملون في مناطق عدائية.
علي ديلم رسام كاريكاتوري جزائري شهير في صحيفة ليبرتي الجزائرية، سجن مدة 6 أشهر عام 2005 لسخريته من ضباط الجيش. أحمد حميدان المصور البحريني الذي اتهم بالاعتداء على أحد مراكز الشرطة في البحرين فاعتقل. الجدير بالذكر أن حميدان لم يكن موجودا في المنطقة أثناء الاعتداء. البحريني علي عبد الإمام أنشأ عام 1999 موقع بحرين أونلاين، المنتدى الديمقراطي الأول والأكثر شعبية في بلاده. اعتقل علي وضرب وتعذب تحت ذريعة نشر معلومات مزيفة. فلسطينيو لبنان محرومون من حق التملك. أنا زينة فلسطينية. طارق القيشاوي، أنا من فلسطين. أنا من فلسطين. قرية دلاتة قضاء صفاد. برقة قضاء نابلس. فلسطيني من جنين. أنا فلسطيني من سوريا، عندي الجنسية اليونانية وعندي أملاك باليونان ومع الجنسية البلجيكية وفيني أتملك بلبنان. مع الجنسية الأردنية، عندي جنسية أمريكية وعندي بيت بأمريكا. بس بدي أرجع على فلسطين. عندي بيت بسوريا وبدي أرجع فلسطين. بدي أرجع فلسطين وفيني أتملك بلبنان. لاجئون فلسطينيون في الاغتراب يتمتعون بحق تملك منزل في لبنان لأنهم ببساطة حصلوا على جنسية أجنبية. ملكيتي لا تلغي عودتي، حملة جديدة أطلقتها حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان من خلال هذا الفيديو، لحث الدولة اللبنانية وتوعية اللبنانيين على أهمية إعادة حق الملكية إلى الفلسطينيين في لبنان. اللاجئ الفلسطيني خارج لبنان بحق له يتملك وهو بده يرجع على فلسطين، ونفس الشيء ما نحن هون كمان بدنا نتملك وبدنا نرجع على فلسطين. حق التملك هذا منع منه الفلسطينيون وحدهم بعد تعديل قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان في 2011. فزعة التوطين كانت مبرراً كافياً لحرمان الفلسطينيين حقاً تكرسه المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها الدولة اللبنانية. نحن ما بدنا نربطها بالسياسة، نحن دائماً عم نبعد عن السياسة لأنه هاي قضية إنسانية، يعني من أبسط حقوق الإنسان أنه يكون عنده بيت يقوي وعائلته. التعديل هذا سبب مشاكل جدية منعت الفلسطينيين من حقهم في الإرث وفي تسجيل البيوعات التي تمت قبل التعديل والتي لم تسجل. الفيديو جزء من وثائقي حول حق الملكية أعدته الحملة التي تقول إنها ستستكمل مسارها لإحقاق أبسط حقوق الإنسان، حق الحصول على مأوى. قطعت القوى الأمنية طريق يسوع الملك جعيتا مفرق المدينة الصناعية في الذوق بسبب ورشة بناء وتخوفا من تشقق سقف مبنى قيد الإنشاء بسبب مرور الشاحنات الذي يؤدي إلى ارتجاج الطريق، وقد أعيد فتحها في الواحدة من بعد الظهر بعدما جف السقف. قتل الجندي في الجيش اللبناني محمد عامر عبود من بلدة ببنين وأصيب 6 أشخاص بينهم عسكريان اثنان ليلا في حادث سير على طريق عام ببنين العبدي أمام بنك الاعتماد ونقلوا جميعا إلى مستشفيات المنطقة. تابعوا معنا بعد قليل، مهنة الشوفير ليست حكرا على الرجال. حكمت محكمة مصرية بالسجن 10 سنوات ل102 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين و7 سنوات لآخرين بتهم من بينها القتل والشروع في القتل خلال احتجاجات القاهرة في تموز الماضي. في غضون ذلك انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية في مصر مع ترجيح فوز قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي على المرشح اليساري حمدين صباحي. السيسي ومع بدء الحملات الدعائية تعهد بتحقيق الاستقرار والأمان والأمل وبالقضاء على الهجمات المسلحة بعد انفجار القاهرة يوم الجمعة الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم جندي وشرطي، فيما قتل شخصان آخران في اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضين له في الإسكندرية شمال البلاد. أكد زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في بلدة سلافيانسك بشرق أوكرانيا إطلاق سراح المراقبين العسكريين الدوليين الذين كانوا محتجزين في المدينة منذ نيسان، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك شروط للإفراج عن المراقبين الذين ينتمون إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. تزامنا أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الكرملين لم يعد له تأثير على الانفصاليين في شرق أوكرانيا، في وقت أعلنت فيه الحكومة الأوكرانية عن استئناف العملية العسكرية ضد الانفصاليين في شرق البلاد.
قتل أكثر من 2000 شخص في انهيار أرضي في قرية جبلية نائية شمال شرق أفغانستان، وتشرد آلاف المواطنين جراء الكارثة بعدما دمرت مئات المنازل بسبب السيول. الجيش الأفغاني أرسل فرق إنقاذ جوا إلى المنطقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر طرق ضيقة دمرتها الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أسبوع، وقال مسؤولون إن المنطقة معرضة لخطر وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية. شكك الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستعمال عقوبة الإعدام كوسيلة عقاب في الولايات المتحدة، وذلك عقب فشل عملية إعدام مجرم في ولاية أوكلاهوما توفي بنوبة قلبية بعد دقائق معدودة بعد فشل بروتوكول الحقنة المميتة، التي قال تقرير من السجن إن المجرم حقن في فخذه بدل ذراعه. وقال أوباما إنه سيطلب من النائب العام الأمريكي التحقيق بالحادثة، لافتا إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة متفاوت وفيه حالات من التحيز العنصري وحالات أخرى تظهر في وقت لاحق أن المحكوم بريء. حكمت هيئة محلفين أمريكية شركة سامسونج بدفع نحو 120 مليون دولار أمريكي لصالح شركة أبل، واعتبر هذا المبلغ أقل مما كانت طلبته شركة أبل في الجولة الأخيرة من النزاع القضائي بين الشركتين على براءة اختراع الهاتف النقال. وكانت شركة أبل اتهمت سامسونج بانتهاك براءات الاختراع على ميزات الهاتف الذكي، الأمر الذي نفته سامسونج. الهيئة وجدت سامسونج مذنبة بانتهاك 2 من براءات اختراع أبل التي سبقت وتقاعدت 930 مليون دولار في العام 2012 في دعوة قضائية شبيهة. النساء الفلسطينيات وراء مقود الرجال، فالفلسطينية نجلاء تقود حافلة لنقل الركاب في الضفة الغربية. بات مشهد الفلسطينية نجلاء آسيا وهي تقود حافلة نقل ركاب بين أزقة محافظة طول كرم شمال الضفة الغربية وشوارعها مألوفا، مع أنه يثير استغراب البعض. نجلاء ترى اليوم أن الهواية كانت في البداية وراء التفكير في الحصول على رخص القيادة المتعددة ومنافسة الرجال على مجالات ظلت لفترات طويلة حكرا عليهم. استغراب أكيد، يعني حتى الشفرية، يعني بحكي شهر تدريب وصل لي 20 يوم على شركة بازات على الوطنية، واللي بيشوفوا بيقولوا طلعوا بنت بالسوق. طب خلاص إشي طبيعي صار يعني، وهذا نجاحي طبعا، نجاح كل مرأة فلسطينية، مش نجاح إلي لحالي، وكل يعني كل مرأة فلسطينية في أي دولة طبعا. رحلة القيادة لدى نجلاء بدأت قبل 9 أعوام بحصولها على رخصة قيادة مركبة خاصة، ثم ساعدها تقبل والدها للفكرة وتشجيعه لها بحصولها على أول رخصة لامرأة تقود حافلة في فلسطين، وهو أمر لفت أنظار الكثير من الفلسطينيين. أنا حقيقة بنبسط، يعني لما بشوفها طالعة مع الركاب وبتتعامل معهم بكلام وكذا وإشي، يعني أنا بكون كثير مبسوط. وهي مشانها ظاهرة بجوز أول مرة بتحصل عنا إنها بتشتغل في العمل هذا، لكن والله إنها يعني شغلة جيدة جدا، وأنا كثير بكون مبسوط. يعني إنه سيدة من طول كرم أو من غيرها إنها تسوق حافلة، يعني أنا بشوفه هو إشي عادي، بطل إشي غريب، لأني بشوف إنه ما عاد يقتصر دور المرأة على البيت أو يعني الشيء الانطباع السائد عنها. إذن الطموح لا حدود له، قاعدة أثبتتها اليوم نجلاء بممارستها مهنة لطالما ارتبطت بالرجل تاريخيا، وهي مهنة قيادة الحافلات. للLBCI فارس المالكي، فلسطين المحتلة. وإلى هنا تنتهي نشرتنا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.